ازيكم يا امهات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كفته داوود. هنحتاج نص كيلو لحمه مفرومه وطماطم ضربتها في الخلاط، وهنحتاج كمان معلقه صلصه وبصل مفروم وبصل قطع وثوم ميه، يعني بتحوالي طماطمتين كده بس كبار، وفلفل اسود وملح وشطه. وهنحتاج ايه؟ كوبايه من الحمص، واهم حاجه في التوابل، اهم حاجه ودي مفيده جدا لكفته داوود، القرفه. هتحتاجي قرفه، وده كده نص كيلو لحمه مفرومه. هحط عليها دي بصلية كبيره، ماشي، وهحط عليها نص معلقه ثوم، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقتين صغيرين شطه وفلفل اسود، وكده يعني معلقتين صغيرين فلفل اسود عليهم ربع معلقه شطه، والقرفه بقى. القرفه هنحط معلقه صغيره، وتفضل بقى ايه تعجني كويس عشان البصل والتوابل يدخلوا ايه في اللحم. دلوقتي انا عجنت اللحمه كويس بالبصل، دلوقتي هعمل ايه؟ هكورها كور وارجع لكم. بصي هعملها كده، هرجع لكم هوريها لكم. هنا هحط حبه زيت حلوين عشان هشوح فيهم ايه اللحم كده. انا هنا حطيت اللحمه في الصينيه في كفته داوود، وهروح اشوحها على النار وارجع لكم. وهعمل ايه تاني؟ البصلايه دي اللي انا كنت مقطعاها قطع، وبقيه الثوم هوردك اشوحهم على النار بس لوحدهم، وارجع اوريكم هنعمل بيهم ايه. وبكده شوحت كفته داوود، ودلوقتي ده البصل والثوم شوحتهم بردك اللي انا قلت لكم عليهم، هحطهم عليها. حطيتهم دي طماطم ضربتها في الخلاط، وحطها اهي، حطيتها. وهنا هحط معلقتين صلصة وهقلب. خلي ايه اللحمة تاخد كل الصلصة، وبعد كده بقى ايه هروح احط ملح وحبه شطه وفلفل اسود. هوريكم المقادير قد ايه. هنا هنحط فلفل اسود اهو، ومعلقه صغيره ملح، وربع معلقه شطه، وربع معلقه شطه اهي، بس كده. واقلب عشان التوابل ايه تدخل في الكفته وتدخل في الصلصه الصوص بتاعها. والتركية هنا بقى اللي هتنقل كفتة داوود في حتة تانية خالص وتخليها احلى، كوباية ايه الحمص ده مسلوق، احطها كده معاها واقلب. بقلب اهو، كده ايه هسيبها 10 دقايق كده تغلي، عشان انا كنت مسوية اللحمة قبليها فمش هتقعد اقل من 10 دقايق، بعد كده اولعها. وجنبها يا اما تعملي رز ابيض، يا اما رز بالشعريه، او رز بسمتك، اي حاجه. انا هعمل رز بالشعريه واوريكم بقى الشكل النهائي ان شاء الله. وبكده كفته داوود بعد 10 دقايق ما اقولكمش ريحتها عامله ازاي، وشكلها روعه وريحتها جميله، والحمص وداها في حته تانية خالص، زود الطعم فيها وخلاها تحفه. ما اقولكمش عامله ازاي، تحفه 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 وروعه، وجربوها ومش هتندموا لما تجربوها، هتفضلوا تعملوها كل شويه. وبكده كفته داوود بعد 10 دقايق ما اقولكمش ريحتها عامله ازاي، وشكلها روعه وطعمها تحفه. الحمص وداها في حته تانية خالص وطعمها جميل، ما اقولكمش ريحتها روعه. ودلوقتي هعمل بقى رز بالشعريه واوريكم بقى الشكل النهائي، بس جربوها مش هتندموا ان انتوا تعملوها تاني، جميله جدا.